انتهت بطولة كأس العالم للأندية للأهلي في المركز الرابع بكثير من الإيجابيات وقليل من السلبيات. قدم الأهلي في كأس العالم للأندية أداء فني وتكتيكي كبير، فقط بعض الأخطاء الفردية تسببت في خسارة اليوم أمام فلامينجو وقبلها أمام ريال مدريد، بس المؤكد إن الأهلي فاز بمدرب كبير وجريء اسمه مارسيل كولر، وخبرات مهمة هتفيده في المناسبات القادمة. زعلنا اليوم على الأهلي لأنه كان الأقرب والأفضل، بس كنا فخورين إن الأهلي كان ند الند قدام أهم الفرق العالمية، وواثقين إن الأهلي يقدر يعوض بمركز أفضل في المونديال في أقرب وقت ومش قلقانين.